ممكن اقول لك اللي انا جاي اتكلم فيه؟ اكيد. محتاج 10 محامين وخمسه باراليجل عشان اعرف امشي الشغل. 10؟ لسه عاملين عقود ل 10 محامين. مش يعني كيل صعبت كل المحامين اللي معانا. لازم اعوضهم. مش هينفع للاسف، مفيش فلوس كافيه. خدي قرض. مش هينفع. يعني مش هينفع. مش هينفع. حاولت اخد قرض واترفض. قالوا لنا ان وضعنا المالي مش تمام فرفضوا القرض. طب هنعمل ايه؟ معرفش. مصنع بني سويف. ماشي. هنا عنده ناس بس مصنع بني سويف. سيب اللي في ايدك وتعالى. في يا زين؟ ما انت اللي بتعطلني اهو. حق عليا، مش عايزك تتعب في حاجه مش هنستفيد بيها. فريده قررت ان احنا نركز على قضيه واحده. طيب والست الباقيين؟ معانا برضو، بس احنا هنختار القضيه اللي هتكسبنا بيها القضايا. فهمت؟ فهمت اه طبعا. ماشي سهله. قضيه مصنع بني سويف، دول اقل نسبه ستات بيترقوا. وعلى عدد شكاوي. بالظبط كده، وفي حاجه ثانيه بقى مهمه جدا. صاحب المصنع يبقى اخو طلعت مدكور. شفت ان انا كمان ما اضيعش وقت؟ ادم احنا داخلين على معركه حياه او موت. لا يا زين، حياه بس ان شاء الله. دخلنا خناقات زي دي قبل كده و طلعنا اقوى. ايوه طبعا. شريف زيدان وعدناه في بيتهم. مظبوط. وشيرهاني الكيال وفرمناها. مظبوط. بس انا زين مش عارف ليه المره دي كده مش مطمن. هو احنا في كارثه؟ مظبوط. يا نهار اسود، احنا في كارثه بجد؟ واحتمال ما نطلعش منها. الناس وصلوا؟ داخلين على الميكروفون. بس مش هتكفين؟ هتكفي. استنى. معقول ولا ايه؟ زيادة التأكيد. ازيك يا دودو؟ ازيك يا زين؟ لو جاية ترفع قضية طلاق فأنا للأسف مش فاضي. لا ما تقلقش، أنا بعرف أخد حقي من غير قضية. كويس إنك اتعلمتي مني حاجة. بس ده معناها إن أنتِ ما اتجوزتش؟ سيبته قبل الفرح بأسبوع. ظبطتي مع واحدة تانية؟ ما بيغسلش بوقه؟ ريحته وحشة؟ نتن؟ ما بحبكش لما بتعمل عبيط. اللي بتحبيني إمتى؟ دلتا فوت. الدنيا صغيرة أوي. وده وصله.